مديريه اللي هو بيبقى ماسك بينظم مؤتمر سواء افريقي او في الدوري بيطلب منه ان اسئله تقفل المباراه. يعني العيال بتسال مثلا الماتش الجاي هتلاعب علي معلول لسه الماتش ده لسه فدايما هو يمكن للاسف برده بينبه وبيتكرر هو بس ما بيحبش يتكلم عن حاجه خارج الماتش وما بيحبش برده في المؤتمرات الصحفيه التعديلات الفنيه عليه. ليه ما لعبتش ده مكان ده؟ اه لو حاجه لوجيك حاجه منطقيه يرد عليه. لكن لو انك كنت لعبت ده مكان ده بيقول بيرد نفس الرد. انا مدرب وانا باخد قرارات الفنيه والمفروض العب 11 من 30 لعيب، يا ريت الفيفا يغيروا القوانين عشان العب ال 30 مره واحده محدش يتضايق، وفي الاخر لو كان اللعيب ده كان لاعب كويس ما كنتش هتحاسبني. هو برده وجهه نظره ان هو بيعمل الاختيار قبل ما تلعب. يعني بتبقى مراهنه اكتر. لكن بعد الماتش بتشوف لعيب لاعب وحش سهل جدا تقول لك كنت تلعب ده مكان. فهو دي دايما بيقولها في كل مؤتمر. وهتحصل يعني انت اي لعيب لعب وحش طبيعي ان انت هتروح تساله طب ليه ما لعبتش فلان في حتى لو فلان التاني ده لعب وكان وحش هتسال السؤال. لانك النادي الاهلي انت عندك اكتر من لعيب جاهز في كل مركز. في انديه هو اللعيب ده ما عندكش غيره، لا انت النادي الاهلي عندك كذا لعيب جاهز في اكتر من لاعب. ودي سمه من سماته ان هو بيجهز عدد كبير جدا من اللاعبين، بنشوف مدربين فنيين بيتركزوا على 13 14 لعيب مثلا في الموسم كله. لا هو الفرقه كلها بصراحه وقت كارتون كمان كان كده كارتون كان كده بس انا شايف اللي هي في مرونه خططيه يعني فلكسبيليتي يعني بيخلي لعيب يلعب في اكتر من مركز وممكن يغير وقت الماتش ممكن تلاقي خد يحرك حد مكان حد وماشيه كويس يعني بيعملها كويس. اللعيبه خلاص حفظتها وفهمتها وعارفين مهام كل لعيب ايه في الملعب بينزل وقت معين لدرجه حتى بنتفق مثلا في دقيقه معينه في الماتش بتعمل كذا يعني او التغيير هتنزل تحرك كذا. فاللعيبه دلوقتي خلاص ذاكرت الكلام ده واعتقد بتعملها بشكل كويس. طيب هل هو تاقلم مع الاجواء في القاهره مثلا من ساعه ما جه وازاي بيتعامل كمان في الفتره الحاليه في ظروف